مثلا قواعد الأرض. القواعد الأربع قبل البدء بالدراسة لابد من أمور. الأمر الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ سبحان الله، ما معنى؟ صح؟ لأن هذا المثل مثل التوحيد. صح؟ والشرك لماذا ندرس الشرك حتى لا نقع فيه؟ إذا هذا الأمر معلوم، لماذا ندرس التوحيد؟ القواعد الأربع. لماذا اخترنا دراسة هذا المثل؟ مثل قواعد الأربع. لماذا درسنا الصورة الثلاثة ثم ندرس الآن قواعد الأربع؟ لماذا؟ نصيحة العلماء، ليس لنا أن نتبع طريقة جديدة في طلب العلم، لا بد أن نسير على النهج والخط الذي خط لنا العلماء حتى نصل إليه. فنصح العلماء أول ما ندرس التوحيد، وأول ما ندرس التوحيد مثل الصورة الثلاثة ثم القواعد الأربع. هذا نصيحة العلماء. طيب، ما السبب في تأليف هذه؟ أخذنا السبب تأليف الأصول الثلاثة والله أعلم، حتى نجيب عن أسئلة قبل. ما السبب؟ السبب والله أعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه القواعد الأربع حتى نستطيع بها أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمانه، والإشكال الشبه، الشبه خطارة. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى كيف نرد على الشبه بإذن الله في كتاب التوحيد. إذن سبب تعليم هذه الرسالة المباركة حتى نستطيع أن نرد على الشبهة التي يأتي بها أهل الشرك في زمان. الغرض، اتفقنا من قديم أن الإنسان أول ما يقرأ في الكتاب مقدم وفارس، فنريد أن نفارس هذه القواعد الأربع. أو الله أعلم، إذا أردت أن تفارس أو تقسم هذه القواعد تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المقدم، وفي هذه المقدمة عنوان الساعة. القسم الثاني، لماذا ندرس التوحيد؟ وذكرنا هذه المسألة أن المؤلف رحمه الله تعالى يركز، وجل مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتكلم عن هذه المسألة، تكلم عن هذه المسألة في أصول الثلاثة، هنا في القواعد، في كتاب التوحيد، في كشف الشبهات، في جل مؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه المسألة، لماذا ندرس التوحيد؟ لأن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة تعليم الناس التوحيد. وقول التوحيد عاقل، ولا داعي نعلم الناس التوحيد. أو لا يعلم التوحيد إلا من له شروط كذا وكذا وكذا، قد لا يتوفى في العلم. أعلم هذا القسم الثاني المقدمة وفي عنوان السعادة، لماذا ندرس التوحيد؟ القسم الثالث قواعد الأربع، ولله الحمد. هذه فرصة القواعد الأربع، كم قسم؟ القسم الأول مقدمة وفي عنوان السعادة، الثاني لماذا ندرس التوحيد، وهذا كثير، وهذا القسم الثالث في القواعد الأربع، قواعد الأربع باختصار تأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، من يحفظ القواعد الأربع؟ مثلا صغير سجد الله تظل من المغرب العشاء تحفظ ولا شيء. واحد، ما نحن قواعد الأربع؟ استغفر الله العظيم، ما نسمح هذا والله ما نسمح. أنا لو قالوا تذهب للعوام أو تذهب لكذا ما في إشكال. طلاب علم ما يحفظ متون، أصل المتون هذه أصول ثلاثة قواعد أربع كتاب التوحيد وأصول طيبة في اللغة المعروفة، هذه لابد تحفظ، كل طالب لابد يحفظ هذه المتون. طالب علم تحفظ، ما الذي يمنع من العلم؟ ايش اللي يمنع؟ ولا شيء. لماذا جعلنا نحفظ؟ لماذا؟ الشناقة يحفظ، طيب لماذا؟ لماذا الشناقة يحفظ؟ في فرق بين الطرفين؟ لا، لكن هو الذي يحفظ أحفظ من ثلاث من تحفظ. الأم في شقيق هناك في القديم، يعني الآن بعضهم تعرف لا يحفظ هناك، لا الأم هنا في بعضنا تسكت الولد كيف؟ هذه الأم في بعضنا في شقيق كلامنا لفظ مفيد كاستقل ينشأ الولد وانشأ ناس الفتيان فينا على مكان عودة أبوه، فلا أخرج
حافظ صح حافظ القرآن الحفظ في أول أمر يكون سهل ثم إذا اعتاد الإنسان عليه يسهل يكون سهل جدا. قلنا لكم قال ما قلت من حديث قطع العلم وتحفظ تكون إمام عندما تعلم وتتدبر ثم بعد أن تستعين بالله عنك طلب من تروح الكلمة من هذا الذي تحفظ ثم إذا طلب العلم من يحفظ من يحفظ إن شاء الله هذا ما يصح ما يستطيع أن نمشي الملحد مثلا قواعد أخرى نعم قال ما يصنع بأعداد إن جنتي في صدري إن كان في السوق في العلم علمك الذي ترى في الظلام هذا علمك ما غيره لا ثم عندك وسائل اليوم والله توفرت لنا وسائل لم تتوفر للإمام أحمد صح نعم نعم اعلم ارشدك الله بطاعته من قال هذا الكلام اعلم رحمك الله ان من قال هذا الكلام اعلم ارشدك الله بطاعته محمد بعد مره قل بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله استفتح اولا اشوف افتح الله عليك لذلك تلعب هذا الكلام انت استفتح نعم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسم الله والحمد لله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية حنيفية لا هذه الثانية نعم اجلس بعد عشاء تسمع عليه. حاضر. طيب. تحفظ؟ رواية المقدمة أريدها. تحفظها؟ رواية لازم تكرار المقدمة أعرفها. تعرف المقدمة؟ بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك وأن يتولك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا عطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة نوعان سعادة. الله يسعدك في الدنيا والآخرة. هذا العلم لا بد يحفظ أولا حفظ دور الآن تحفظ ثم تدرس بدون حفظ لا يصلح الذي يحفظ في البحر هذا الذي يتعلم بدون يحفظ يحفظ مثل الذي يحفظ في البحر مجنون مجنون نعم طيب دعا في الأصول الثلاثة ثلاث مواضع هنا في القواعد الأربع في موضع أن يتولاك في الدنيا والآخرة لماذا يتولاك في الدنيا والآخرة الله هو يتولى الصالحين يتولاك الله أنت صالح ثم ما أحد يستطيع أن يضرك بشيء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن من هم أولياء الله؟ من هم؟ من يعرف؟ من يعرف من هم أولياء الله؟ من هم أولياء الله؟ أولياء الله هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى والدليل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ يعني من هم؟ شرح للآية الذين آمنوا وكانوا يتقون أي جمعوا بين الإيمان والتقوى ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي ينام بين القبور ويسرق الخمور ويزني ويسرق ولا يأتي بالطعام ولا يأتي بالمنكرات والمعاصي هذا ولي والله لا شك في ولايته لكن من أولياء شيطان صحيح نعم طيب ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابا سمى الفرقان بين من؟
لا بد أن تفرق بين أولياء الرحمن وبين الشيطان. تولاه في الدنيا والآخرة، اجعلك كبارا حينما قلت، اجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان الشرع. هذه المقدمة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. من يعرف؟ والله اي لو جاءنا طالب وقال هذه المقدمه سرقها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ابن القيم، ايش تقول؟ هذه المقدمه هي مقدمه ابن القيم. لو قال قال أنت تعرف أن بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني ما نصدق من تمارين الشيء، فماذا تصنع؟ نقول هذا كيف هو أن تتكلم عن علم؟ الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، المشايخ كلهم يعرفوا هذا، لماذا ما جاء واحد من العلماء وتكلم بذلك وتتكلم بهذا؟ ثم لو تنظر الآن في علم الشيخ محمد بن عبد الله، ما المشايخ في الحقيقة؟ شيخ ابن القيم وشيخ الاسلام، صحيح؟ صح ام لا؟ نعم، هو اخذ منهم، فهو مشايخ ولا اشكال. انا اتكلم بهذا الكلام، وهذا العلماء كل واحد منهم ياخذ من اخر علم متقدم، ولا هذا شر السلف، ولا اشكال في هذا. انت لو تنظر الان، الان لماذا تدرس؟ اصول ثلاثه، قاعده اربعه، كتاب التوحيد واسطيه. لو سأل وقال ماذا تعتقد؟ قال اعتقد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في العقيده الواسطيه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تسرد العقيده الواسطيه كامله، صحيح؟ هل هذا افتراء على شيخ الاسلام او سرقه او كذا؟ لا. لو تنظر الان في عقيده الامام محمد بن عبد الوهاب تجدها هي الواسطيه تقريبا، لا اشكال في هذا، لانه شيخ اصلا. ثم هذا معتقد اهل السنه والجماعه، جماعه شيخ الاسلام ولله الحمد، ونحن ناخذها منه، ولا اشكال في هذا. طيب، اذا اتولى في الدنيا والاخره، ولجعلك مباركا اينما كنت. ثم ذكر امور ثلاثه، هذه الثلاثه هي عنوان السنه. إذا أعطي شكر، أولا لابد أن تعلم هل النعمة ابتلاء أم لا؟ مع الدليل، من يعرف؟ هل النعمة ابتلاء نعم أم لا؟ مع الدليل، نعم لا؟ نعم ابتلاء، ما الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلم فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه إلى مبتلاه ربه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إذا النعمة ابتلاء، فتحوا عليه النعمة، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء تحتاج إلى شكر، وكل نعمة بحسبها. شكر النعمة كيف يكون؟ كل نعمة بحسبها. نعمة المال ينفق في طاعة الله، العلم كذلك، البصر ما تنظر إلا في ما أحله، لكن النعمة تحتاج إلى أمر، إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي لابد أن تشعر بالقلب واللسان والجوارح مرة أخرى. النعمة ابتلاء تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعلق قبل أن تأتي بالله لا بغيره، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر بالقلب واللسان والجوارح. يمشي هذا الآن الأخ في الطريق وراء القصور والعمائر السيارات متاع الدنيا وكذا، يقول يا سلام لو يتعرف علي الرئيس أو التاجر أو الملياردير أو الوزير أو كذا، ويقول خذ من مالي ما شئت وجع من مالي ما شئت، أو يعطيني الشريك مفتوح أو الشريك بمئة مليون، صح؟ غالبا الناس تفكر على هذا ولا لا؟ صحيح؟ نعم، تفكر بهذا.
الجنة تطلب منا؟ من من نطلب الجنة؟ من من؟ من الله. لماذا؟ إن الله هو الذي يملك الجنة، ولا يقدر أحد على الجنة إلا الله. طيب الرزق يطلب منا؟ لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا هذا التعلق بالمخلوقين نوع من الشرك، والتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا هذا الذي يتخيل بعض الناس يقول له تعرف عليه وكذا، هذا ما يصير. التعلق بغير الله، وهذا تسمع من أخبار اليوم، معليش أخبار سوريا أحيانا يأتي بخطة عليه. أين حكام العرب؟ إيش تريد منهم؟ طلب من الله يا رب، صح؟ فعلا الناس قال خذلونا فلان وخذلنا كذا، ماذا صنع لنا العلماء؟ فعلا الطلاب حتى يقول ماذا صنع لنا العلماء؟ ضيعونا. أعوذ بالله، أنت متعلق بمن؟ بالمخلوق؟ تضيع، لابد. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله لا عند غيره الرزق واعبدوه واشكروا له. هذا التوفيق يا أخي. أما أن تفكر في هذا الجامع أو في الوزير أو في الغني أو في العالم أو في كذا أو في كذا، لا، ما تتعلق بغير الله. إذا قبل أن تأتي النعمة ما تتعلق إلا بالله. وتوكل على الحي الذي لا يموت. مفهوم؟ وهذا تركه التفكير. طيب عندما تخرج ترى متاع الدنيا وكذا، ما نسمع تقول للبيت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. مفهوم؟ نعم، يعني ما تريد الدنيا، تريد الآخرة. نعم، هذا قبل أن تأتي النعمة. إذا قبل أن تأتي النعمة لا بد من تعلق بالله لا لغيره، لا وزراء لا حكام لا كذا كذا. أو قال جاءت النعمة، ماذا تصنع؟ شكر. بماذا تشكر النعمة؟ بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله، باللسان أما بنعمة ربك فحسبي، هذا من فضل ربي يبلغني أشكر مكفر، بالجوارح تسرف هذه الجوارح بشكر المنعم لا بكفر المنعم بالفضل. ودعوني أختم، أستسمحكم عذرا أن تتركوني أدخل لكم بس ذكر ابن الجوزي رحمه الله عنه، العلماء علماء السنة يذكرون القصص يعني من باب الاستئناس ويذكرونها نادرة. مفهوم؟ طيب، جاء الكلب للأسد. ابن الجوزي رحمه الله عنه يقول جاء الكلب للأسد وقال يا ملك السباع، من الغابة، ملك الغابة هذا أسد، وقال يا ملك السباع إن اسمي هذا خسيس حقير لا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى كلب. فأرى عليه الأسد وقال لا، إن من طبعك الخسة كلب خسيس، إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب. فأبى الكلب، قال لا تغير اسمي، قال لا. المهم يعني حصل بينهم إلحاح من الكلب وأبى الأسد عليه. فعندما رأى الأسد الحاق من الكلب قال اسمع، خذ هذه القطعة من اللحم واحفظها للسبع، يعني اختبار، إن حفظت هذه القطعة من اللحم للسبع طيب من كلب إلى كلب. فرح الكلب وأخذ القطعة من اللحم وطار، ذهب إلى المكان الذي يهوي إليه وجلس يفكر طيلة الليل. كلب، أسد، جوع، لحم، آكل، لا آكل، آكل، لا آكل، حتى قرب الفجر واشتد الجوع والبرد. فقال الكلب بعد تفكير طويل يعني وكلام، قال الكلب والله إن اسم الكلب اسم حسن وأكل لحم. الشاهد من هذا القصة الذي لا يصبر عن المحرمات هذا راضي بالخسة، والذي يصبر عن المحرمات هذا هو بعزة، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
إذا خرجت من هنا إلى تنظر أو لا تنظر؟ أشوف نفسك كلب أو أسد. طيب كيف تعصي الله بنعم الله بما رأى من الله؟ مفروض؟ نعم. إذن النعم تحتاج إلى تعلم قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر قلب. تعتقد أن بعض الناس لبس عليه الشيطان، قل نعم تحاول أنت إمام كذا ما شاء الله حلف اختبار ونجح المركز الأول وكذا، بماذا؟ قال هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما وجدت هذا المال كابر عن كابر عرق جليلي مكذب أعوذ بالله. هذا كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. من أين لك هذا؟ واحد ايش يقول؟ هذا من فضل ربي لون أشكره. كيف نجحت في اختبار؟ قال من فضل الله. كيف؟ قال الحمد لله. ذن لسانك بشكر المنعم المتفضل. قال لسان جوارح. إذا أعطينا الشكر، شكر النعمة الآن، درست الأصول الثلاثة. كيف تشكرها؟ تعمل، تدعو، تعلم، ترجع الناس، تعلمهم الصوت الثلاثة. نعم. وإذا ابتلي صبر. الناس عند المصيبة انقسموا إلى أربعة أقسام: متسخط وصابر ورام وشاطر. تسخط، تسخط كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يصل أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر. كيف يتسخط؟ يتسخط بقلبي وبلساني وبجوارحي. بالقلب يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ان البعض لا يتجاسر ان يقول هذا باللسان، لكن النفس التي بين الجنبين تشهد عليه من ظنه بربه ظن السوء. يقول ظلمني ربي ومنعني ما استحق، ولماذا فلان لديه زوجي واولاد وعنده اموال وانا ليس عندي شيء وانا احب بالمال منه؟ تسخر، اعتراض على طرف خدر. قلب، لسان، اوف يا لهوي يصير. تسخط بالجوارح، شق الجيوب، نفس الشعور اللطم، تكسير يعني، او يعني بالسياره تتعب ما لسنا صح، تسخط. ولكن الثاني من الناس صابر. الصبر واجب باجماع، والصبر مثل نسر مر مذاقته لكن عواقبه أعلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرا غير حساب، يصبر بقلبه ولسانه وجوارحه. أعلى من الصبر الشكر، وأعلى من الشكر الرضا. هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. المهم لابد أن نعرف الآن أن الناس عند المصيبة انقسموا إلى أربعة أقسام: متسخط كبير وقد يصل إلى أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر، قلب ولسان وجوارح. صبر واجب إجماع الأمة. رضا مستحب. شكر أعلى المراتب، أحب أحب. أن يجعلك ممن إذا أعطي الشكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. ليس الإشكال بأن الإنسان يذنب، كل من هذا خطاء، لكن الإشكال أن يذنب ولا يستغفر. فإذا وجدت الإنسان أذنب تذكره في الأركان تتركه. الإشكال بمن؟ يذنب ويصر على الذنب لكل واحد منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل، ثم بعد هذا يكون الاختبار إن شاء الله تعالى.